السلام عليكم. اليوم جيت نعاود لكم حكايتي، ماشي مهم سميتي. انا قصتي كتبدا ملي تزوجت في سن 16 سنه ونص، لان قبل طفولتي فاتت ما مزياناش، يعني ماشي بزاف. ولكن كانت الام ديالي حضنانا حنا بخمسه، ولد واحد واربعه ديال البنات. الوالد الله يسمح عليه ما كانش متحمل المسؤوليه، ولكن الوالده كانت منها امراه ومنها راجل، قراتنا كساتنا وكلاتنا على قد الحال، ربتنا احسن تربيه. واخا كنا عايشين غير في ديور الكرا، كانت كتمنى دير لينا كل شيء، تحقق لينا بزاف ديال الاحلام، ولكن الظروف ما سمحاتش ليها. كبرنا شويه، انا خرجت من المدرسه لانني ما بقيتش قادره نمشي ليها. كنت كنشوف البنات لابسين مزيان ومهلين، انا حتى الصبط هو الاخر ما عنديش، حتى خواتاتي نفس الوضعية. في سن صغيرة تعرفت على واحد الإنسان عجبني وحبيته، هو بغاني وعجبته، وكنت كنشوف أن هذا الحب هو كل شيء. مع الظروف اللي كنت كنعيشها قررت أنا وياه نتزوجو، واخا كنا صغار، أنا في عمري 16 ونص وهو 22 سنة. تزوجت وكان كل شيء مزروب، أنا الحب بعماني داك الساعة، ما كنتش كنشوف شنو كندير. تخيلت انني غادي نعيش احسن عيشه، ولكن بعد العرس بثلاث ايام جاتني القنطه في درع عجوزتي، واول تصرف تصرفته معايا قالت لي دازت ثلاث ايام خاصك تشمري على دراعك وتنوضي تورينا حنت يديك. وقالت لي اول حاجه تبقاي ديريها ملي تفيقي الصباح بكري هي تغتسلي من الجنابه وتعجني الخبز وتطيبي الغداء وعاد التخمال والتسيق. رجلي كيشوف وساكت، ومن بعد قال لي ما تقلقيش منها، هي صعيبه شويه ولكن راه قلبها بيض، غير سمعي كلامها وديري داكشي اللي كتقول لك عليه. وليت يا لاله كنفيق بكري مع 6 ديال الصباح وكندير كلشي، ولكن حتى شي حاجه من هادشي اللي كندير ما كتعجبها. داز سيمانه ومشينا نحبوا الريوس، في العادات ديالنا العروسه كتمشي تحب الريوس للاهل ديالها. مشيت وملي وصلت انقاتني الميمه الحبيبه وكات بحال العام اللي تفارقنا. الحقيقه في داك اللحظه حسيت بالندم وما كرهت تكون نرجع لحضن ميمتي. بقيت كنقول مع راسي شد عليا شي زواج وانا مازال صغيره ومحتاجه للحنان والميمتي والخوتي. خليت ميمتي الزوينه الحنينه ومشيت عند عكونه الشريره الصعيبه. المهم تعشينا، ملي رجعنا لدار عكوسي شبعت بكا، توحشت ميمتي بزاف، ندمت على زواجي، ولكن في نفس الوقت ما قدرتش نقول شي حاجه للوالده، خليتها في قلبي وبقيت عايشه في الجحيم مع زوج ما كيهمو غير النعاس والمعاشره الزوجيه، ومع عجوزه باغياني غير نخمل ونصيق ونعجب، وعاد ما عجبهاش العجب ولا الصيام في راجب. دوزت تقريبا عام وحملت بولدي الاول، كنت فرحانه وحتى هو الصراحه فرح بزاف، ولكن مو تقرصت اللي قالها ليها. قالت له علاش تقلقتوا على البز، مالكم مزروبين، راك انت باقي صغير خاصك تعيش حياتك، حتى هذا الزواج راك غير تزرفتي فيه. حسيت بها بحال كتندم وكتخرب لي عقله. واحد النهار كان الجمعه، النهار اللي ما كيخدمش فيه، مشى عند الحلاق حسن شعره، ومن تما مشى عند اختو الكبيره اللي هي مزوجه وعندها وليداتها وساكنه في نفس المدينه اللي ساكنه فيها انا. ملي كان جالس كيشرب اتاي هو وياها، هو يقول ليها شي حاجه كتنغزني في لحمي، وهي تقلبو تقول له شفت التيشورت، وقالت له حيدو نشوف. ملي شافت لقات التيشورت عامر بالزغب ديال راسو عادي، ملي حسن هذوك الشعيرات الصغار رسقو فيه وبداو كينغزوه. وهي تقول لي واش هذيك اللي مزوج بها ما كتصبنش ليك حوايجك، وبدات كتحرشو عليا، واش هذيك مراه، واش هذيك كذا، وانا ما فراسي ما يتعاود. جا الضرب بحال شي ثور وباغي ينطح، تخلقاني كندوش سمعت شويه د الغوات، خرجت لقيتو كيهضر مع عمو، هو يجي عندي يضربني. قال لي انت ماشي مراه واش تخليني نخرج التيشورت عامر شعر غادي وكيقرصني. قلت له التيشورت راك لبستو جديد من الماريو، وانت مشيت حسنت، يعني ماشي انا اللي فيا الغلط، راه العيب فيك انت، كان عليك تجي للدار وتغسل شعرك هو الاول تبدل التيشورت. قال لي مازال كتحلي فمك، دابزنا وبدا كيضرب فيا، كتشمو
دخلت عليا البيت قالت لي المعفونه انا ولدي خاصو مرا احسن منك. قالت لي انا ولدي خاصو مرا احسن منك، راه تمشي انت نجيب له 10. وقالت لي واش يحسب لك ديك الكرش غادي تشدي بها ولدي؟ قالت لي خرجي لي من داري انا نجيب لولدي لالك. وفعلا البنات جمعت حوايجي ومشيت عند مامتي اللي ما كانتش ساكنه بعيد عليا. عنقتها وبكيت وحكيت ليها شنو صرا. قالت لي يا بنتي نهار الاول قلت لك هذوك الناس راهم اكثر من اليهود. بقيت نهار كامل وفي العشيه جا مولاي السلطان يرجعني للدار. قال له الوليد انا ما عطيتكش بنتي تكرفس عليها، الا ما بغيتيهاش انا بنتي محتاج ليها. ولكن الوليده مسكينه ما قالت ليه والو، كانت حشوميه بزاف. قلت له انا ما نرجعش عندكم لديك الدار وما نزيدش نعيش معاكم حتى دقيقه. هو يقول لي الوليد رجعي يا بنتي الله يرضي عليك، ولا هاد المره داروا لك شي حاجه انا اللي غادي نجي نجيبك. مشيت للدار رجعت ولكن السوته ديال عكوسي ما كتخلينيش نتنفس، حتى الباب ديال البيت ديالي كتجي وكتصنط علينا. عشت معها ايام صعيبه، دازت ايام وشهور، وملي قربت نولد ولدي جاتني شي حساسيه في الشكل. لحمي كامل تعمر بالحبوب وغير كنحك، والعكوزه شافتني قربت نولد ولات في شي شكل وزادت صعبت اكثر من اللي كانت. بدات كدير في المشاكل وكتقول لولدها شوف انا راه ما ندير لك لا اسبوع لا والو. وبدات كتناقش معاه، قال لها علاش كديري لي هكا؟ واش انا ماشي ولدك؟ علاش ما تفرحيش معايا وتوجدي معايا؟ وهي ما حملانيش بحال قتلت ليها باها الله يستر. بدا كيزورني الوجع والحريق ديال الولاده، وهي بدات كدير في السبايب دابس مع ولدها وعايرها وعايراتو. ومشات جمعت الصاله والحوايج ديالها وما عندها وكل شيء ودارتهم في واحد البيت وخلات الدار خاليه. خلات الدار خاويه ومشات وانا في السم ديال الحريق. المهم ولدت ولدي وهو يعيط لاختو فرحان، قال لها راه تزاد عندي ولد. وزاد قالها لخوتو وامو، ولكن هي قالت له والله ما نجي خليك تشبع بمرتك وولدك. وبقينا شي ايام قالت لهم الا نجي خاص تسلمي لي على راسي وتطلبي مني السماحه. وعاد الى جيت قلت لراجلي غيتجي انا نطلب منها السماحه واخا ما درت ليها والو. ايوا جات شي طميطه ودرنا السبوع ودوزنا داكشي. من بعد رجعت الحياه كيف ما الاول، الحكره الغوات والحكام. والراجل بدا كيخرج ما كيرجعش للدار، كيقصر برا كيجي معطل. ملي كنت كنقول له شي حاجه كيضربني وكيتكرفس عليا. وهي كتزيد تعاونو كتقول لي انا ولدي راه مازال صغير خليه يتمتع بشبابه، واش بغيتي يبقى مقابلك؟ وانا صابره على ولدي وكنعدي مع الوقت. بقيت عايشه هكاك المرار في المرار، وشحال من مره كنمشي نغضب عند الوالده وكيجي يرجعني. بقيت هكذا حتى حملت بنتي، جاني روح مصعيب بزاف والراجل ما كيحسش بيا والام كتطلق فيا غير السم. ملي كنصب الكسوه هو كيطلع ينشرها ليا، وهي كتقول ليها ويلي وليتي تعاونها. احيانا احيانا على ولدي بقات لك غير الطابليه تلبسها لك. بقيت على هذا الحال ايام وشهور، كرشي كبرات والعكوزه عاوتاني بدات كتخمم وبدات كدير في البلانات وترسم وتخطط. وكتقول لولدها علاش عاوتاني نات مرتك تولد؟ راه ولدكم باقي صغير، واش البز غادي يهرب؟ حتى ما عندك لا مستقبل لا خدمه لا والو. المهم جا النهار اللي غادي نولد فيه، جاني الوجع وما لقيت حتى واحد معايا. العكوزه كانت معروضه عند الجيران والراجل في القهوه مقصر مع صحابه. بقيت كنتوجه حتى جا مولاي السلطان وداني نولد. جاتني الولاده صعيبه بزاف، ولكن تات عندي بنيه سبحان من صوره كانت ايه في الجمال، بيضه بحال الثلج والعوينات زرق. ملي شفتها نسيت كلشي. جا الزوج ديالي من بعد يشوفني وكان فرحان في الحقيقه. انا ولدت مع الوحده ديال الصباح والغد اللي جات الوالده وخواتاتي. وحده كانت مزوجه وجوج خواتاتي كانوا صغارات. فرحت ملي شفتهم، قلت لكم فرحت ملي شفت خواتاتي. من بعد جاوا الفرمليات قالوا لي غادي تخرجي مع 12 ديال النهار، وانا فشلانة وما فيش قطره ديال الدم. كنت في حاله يرثى لها، الراجل كان مزروب عليا باش نخرج. المهم نوضوني باش نوقف وكانت فيا واحد الدوخه. الوالده قالت لهم بنتي ما راهاش مزيانه خليوها ترتاح، والراجل قال لهم حسن تمشي للدار ترتاح.
المهم جمعوا لي حوايجي، الوالده هزت البنيه، الراجل معاه هو كيطير وخفيف، مشى كيجري وخلاني، وانا خرجت اختي شداني من يدي شويه وهي الدنيا كتدور بيا ونطيح. تخلعت مهمتي الحنينه وهو هو تخلع، رجعوني الفرمليات لبلاصتي وبقيت حتى الغد في الصباح. عاد خرجت، جا راجلي داني للدار وجاو حبابي والاهل ديالي طيبوا لي البركوش ديال السلاك وعقوسي كنت علمتها، قلت ليها راهم جايين الوالده والخوالتات وشي ناس من العائله، وهي تهرب من اللي جا. مشيت بغيت نلغى عليها ما لقيتهاش في الدار، دوز داكشي بحال اللي ما كاين والو. بدينا كنهضروا على السبوع، راجلي بغى يدير سبوع زوين، ولكن مو خواتاتو قالوا لي لا، مو اختو قالوا لي دير غير شي حاجه على قدك راه ما عندكش. وملي جا نهار السبوع جاو ناس عقوسي عرضت على بزاف ديال الناس، هو شرا غير حولي صغير، والله انا نفيسه ما لقيت شنو ناكل. من بعد ما وكلت الناس كملنا داك النهار، بدات لوسي كتعاير راجلها كتقول لي شنو هاد الشوهه اللي درتي، شاري حولي راه الناس ما شبعوش. قال ليها انت اللي قلتي لي هاد الشيء، وبداو كيتفاضحوا بيناتهم. ونهضت عقوسي كتشد مع بنتها، قالت ليها انت ديما كتبغي تنوضي الصداع، وشويه نسمع الغوات والكيسان كيتراما والمواعن، تخاصموا غير بيناتهم. نضت الحرب وانا غير ساكته وكنشوف وكنكمدها في قلبي. داز هذاك الشيء بحال بزاف ديال النهارات اللي كيدوزوا في هذوك الدار المشؤومه اللعينه واللي ما ليها ملعونين. عشت معاهم صابره وكنقول غادي يحن عليا الله شي نهار بشي دار مستقل ونتنى من الهم. راجلي بدا كيتحرك باش يمشي لاوروبا، دار الفيزا ودار لي حتى انا ووليداتي، بغى ياخذني معاه، واتفقنا مع لوسي اللي كتسكن في فرنسا وقبلات. قالت لي مرحبا بك عندي، حيت حنا بغينا نمشيو توريست ونرجعو، ومن بعد راجلي غادي يشق طريقو الى سهل الله. المهم بدينا كنوجدو باش نمشيو، انا فرحانه. اتفقنا مع الميمه باش نخليو ليها البنيه وناخذو غير الولد باش نكونو خفاف. المهم لوسي اللي في فرنسا قالت لوسي اللي في المغرب وهي تشال فيها العافيه، والدنيا قامت ما قعدت. قالت لوسي اللي في فرنسا عندك تجيبيهم عندك. المهم بدلاتها والله اعلم شنو قالت ليها. والغد ليه وهي تعيط ليها لوسي اللي في فرنسا، قالت لي شوفي اختي سمحي ليا، ما غاديش نقدر نستقبلك عندي، خلي غير خويا يجي بوحدو، وانت من بعد ان شاء الله وتجي. انا بالصدمه بقيت حاله في امي، ما هدرت ما تكلمت. جاتني الحكره، ايوا الراجل وجد الباليزات ومشى، وانا بقيت كنتفقس غير بوحدي. مشيت هذوك الايام عند الوالده بقيت معاها، ايوا الراجل بقى شي ايام وجا، بقى كيمشي لفرنسا وكيجي، لقى الخدمه وبدا كيخدم وكيجي مره ومره لا. انا مع ديك العكوزه حاضيه يعني في الدخله وفي الخارجه، فين كتمشي لالا راكي مرت الراجل، انا كنمشي غير عند الوالده. وملي كيجي كتبدا تحرش فيه، راه مرتك ما كتجلسش في الدار، خاصك تحكمها شويه، هو كاع ما مسوقش ليها. وفي عام 2001 غادي تزيد معاناتي في الحياه، كانت عندي عجوزه ستوته ولوسه سوسه، وخرجت لي وحده من الجنب. الله يا ربي، الله يا ربي، شنو غادي يخرج لي من الجنب؟ الراجل يالله قال باغي يبني المستقبل وياخذنا للخارج انا وليداتي. ساعه هو يتلقى بوحده فاسقه عاهره بنت الكريانات ضربت لسقت. انا راه بان ليا الراجل مبدل عليا، وبدا كيمشي عند الشوافات لانها لالا ومولاتي دارت لي شي حاجه، هو كيمشي زعما يضرب الخفيف باش تبعد عليه. صراحه وقعت منه كلشي غير يخوني مع مره اخرى. المهم هادشي كامل مازال ما في خبارش باللي عنده المراه، وباش غادي نسيق الخبر كانت اكبر صدمه. انا كانت عندي الفيزا، واحد النهار هو يقول لي واش بغيتي تجي لفرنسا، قلت لي الله يا ودي نجي علاش لا. قال لي وجمعي حوايجك وجدي راسك، ولكن ما ديريش في راسك بلي غادي تبقي هنا، يقدر غادي تجي تفوتي غير العطله مع ولادك وترجعي. ايوا مشينا وبقينا 3 ايام في الطريق، وملي وصلنا كانت صدمه. راجلي عرض لينا في المحطه، غير ركبت في السياره هو يبدا يقول لي شوفي انا راه عايشه معايا المراه اللي درت معها الزواج البيض باش ندير الوريقات. هو فعلا تزوج زواج باش يدير الوريقات، ولكن هاد السيده اللي دار معها الوريقات لا علاقه لها بالحكايه، هادي دارت معاه بيزنس دات الفلوس مقابل زواج بيض، ولكن الفعه قرطيطه اللي معاه حاجه اخرى. مشيت معاه للدار اللي ساكن فيها مع داك الكلبه حشاكم،
انا تصدمت اولا بهذا الخبر اللي نزل عليا بحال الصاعقه، وثانيا هو حول المنظر. السيده كتخلع، شعر كريد، الصفه ديالها بحال شي صفه ديال شي شيخه، وحتى الكبر كبير عليه. قلت ليه باش بدلتيني؟ باش بدلتيني؟ يقول لي باش بدلتيني. المهم قلبي كان عن بغير الله، قال لي هذا هو الواقع، وانا مزوجة على سنة الله ورسوله. انا ما بقيتش كنهضر، بقوة الصدمة رجعت للمغرب معاه ومعها في سيارة وحدة. غير وصلت جمعت حوايجي، جات الوالدة لقاتني كنعجن، بقات معجبة انا جسد حاضر والعقل غايب. قالت لي الله بنتي معايا للدار. فعلا مشيت نرتاح ونفكر شنو ندير. من بعد اتفقنا على الطلاق، قلت له دي الولد وانا البنت وطلقني، ما بغيت منك والو. بقيت فضلنا 4 شهور، حتى لواحد النهار جا خوه قال لي اجي عندي للدار تبدلي شويه ديال الجو. ولكن هو كان كيخطط ومتفق مع مرته اللي هي كتجيني خالتي، وهي عارفه الخطه وانا ما عارفاش. وحتى راجلي متفق معاهم باش يمشي ويزورو شيخي، كان مريض مسكين. قالوا لي يلا تمشي معنا تشوفيه. انا الصراحه ما بغيتش نمشي. خالتي وراجلها قالوا لي يلا تمشي تشوفيه مسكين. انا الصراحه قلبي حنين، مشيت معاهم على نيتي. لقيت تما راجلي والشيخ والعكوزه. يا لطيف، السلام، السلام عليكم. السلام. شربنا اتاي وجات الخاله تنوض تمشي هي وراجلها، وكيتفاهموا غير بالعينين. ونط حتى انا وقفت وهو يشدني راجلي من الجلابه، قال لي ما عندك فين تمشي، هنا تبقاي، هذه دارك، صبري معايا غادي نبني الدار وتمشي تسكني وترتاحي من اللام. بقيت كنغوت، قلت لخالتي وراجلها اللي هو لوسي لعبتو عليا حرام عليكم. قالت لي خالتي صبري على الوليدات، هو راه قالك غادي يصلح كل شيء. المهم شنو غادي نقول لكم، وافقت، وافقت بحال ديما طلاق، ما بقيتش غادي نطلق. تقت فيه وبقيت عايشه في الجحيم مع امو حتى تبنات الدار. ملي قربت تكمل توفى الشيخ ديالي، واللي كان انسان طيب قبل ما يموت، عطاني رضا وقال لي راني فرشت لك وغطيتك بالرضا. والعكس قال لولده اللي هو راجلي، راني سخط عليك الا ما فرقتيش مع هذيك المصيبه. قالها لي 2 مرات ومن بعدها مات. بقينا شي ايام ورحت لداري اخيرا، عندي دار نستقل فيها ونكون حره. الحقيقه كنت فرحانه بزاف، سكنت في داري مع وليداتي، بقيت فيها من 2003 حتى 2004. حملت بالتوأم وفي 2005 دخلت لفرنسا، وهنا غادي تبدا المعاناه، معاناه اخرى بسبب بنت الكباريات. جيت انا ووليداتي على اساس راجلي صافي تفارق معاها ومشات في حالها. المهم بديت كندير في الميناج وكنجمع ونخمل شويه، وكنسمع الدقان في الباب. صونات مشى حل ليها الباب، قفل الباب من برا وبداو كيهضروا كيتغاوتوا. هي بغات تدخل للدار وهو منعها باش ما تدخلش. وداك الليله فاتت كحله. الغد لي بدات كتسحر ليه، هو كيدير بحال شي مجنون، كتشعل فيه النار شويه كيبرد، غير كيبرد عليه الحال كيمشي كيقلب عليها لان كتحرق له شي حاجه وقيله، وكيبدا كيضرب في راسو مع الحيط بحال شي هبيل. انا قررت نرجع للمغرب، ما بقيت باغيه لا فرنسا ولا هم يحزنون. رجعت مع وليداتي، رجعتهم يقراو، شجلتهم في المدارس، ورجعت لحياتي العاديه قبل اولادي. بعد شهر او شهرين قال لي صافي لقيت الحل، غادي يبقى هو وياها في الشقه اللي هي اصلا عطاوها لهم شركه السكنه على حساب باش يدخل الوليدات. المهم انا ووليداتي نسكنوا في مدينه اخرى بعيده. وفعلا جيت لفرنسا وسكنت انا ووليداتي بعيد عليهم، هو كيجي 2 مرات في السيمانه. بقينا عام هكاك قلبنا على السكنه باش ننتقلوا. هاد المره عطاونا منزل مستقل ورحلنا في 2007. عجبتني المدينه بزاف، لقيت مغاربه وجزائريين، درت صديقات وكنت فرحانه. دخلت للرياضه ودخلت كنقرا اللغه الفرنسيه، وليداتي مقابلاتهم وكل شيء في امان الله وحفظه. هو كيمشي عندها 3 ايام وحنا 4 ايام، بقينا على هذا الحال. والمشكل ولادي هو اللي كياخذهم، اي حاجه اي مساعده كل شيء كيديره هو في جيبه، انا ما كنقول ليهش عطيني. وفاش كنقول له عطيني نصيفط لميمتي شويه، كيقول لي واش انا امك مشروطه عليا، انا ما كيقدنيش، انا في يد الدين وكنخلص هادي وديك بزاف عليا.
عشت وصبرت كنشوف فيه كيمشي عند مرة أخرى، يعني مزوج بجوج نساء في بلاد أوروبي اللي ممنوع فيه تعدد الزوجات، ولكن أنا لقاني صابرة غير كنشوف فيه وساكتة. صبرت بزاف كنشوفه كيمشي عند مرأة أخرى، يعني مزوج بجوج نساء. عشت وصبرت كنشوف فيه كيمشي عند مرأة أخرى، يعني مزوج بجوج نساء في بلاد أوروبي اللي ممنوع فيه تعدد الزوجات، ولكن أنا لقاني بنت الناس. بقيت صابرة وصابرة، شربت المر معه والسقرين من الفوق. الحاجة الوحيدة اللي كانت كتفرحني وهي ملي كنمشي عندو أنا وليداتي للمغرب كل صيف، وكنشوف ميمتي بما أنها كانت ساكنة في داري، وكنكملو العطلة وكنرجعو للروتين. بقيت على هاد الحال حتى ولدي الكبير دار 18 سنة، ما بغاش يكمل قرايتو ودخل يخدم مع باه في نفس الشركة، وبدا كيتخلص كل شهر. بدا راجلي كيطلب من ولدو يبقى يعطيه 400 أورو كل شهر، كيقولو باش تعاوني على المصاريف. ولدي قال له واخا، بدا كل شهر كيعطي لباه شويه. المهم ولدي بقى كيدورها في راسو. جا وقت الفليساس وجا الوحش اللي كياكل اليابسه الخضر. قال ولدي مالك صاحبي ما عطيتينيش الفلوس؟ جاوب ولدي لا ما غاديش نبقى نعطي لك، غادي نبقى نعطيهم لميمتي. الراجل تصدم، ومن داك النهار هو ما كيحملش ولدي مسكين. داروا عدو، داروا ربيب، بدات المشاكل بيني وبينه. تفرقنا في 2016 وبقينا شي شهور هو كيطلب وكيرغب باش نرجع معاه، ماشي على شي حاجه غير خاف من الحكومه لانه عارف القانون صعيب. انا رفضت باش نرجع له، ولكن ما بين ليله ونهار رجعت معاه وما عرفتش كيفاش. وفعلا هو مباشره طلب سكنه اخرى والمدينه اخرى. فعلا مشيت معاه وثقت فيه بحال كل مره، لانه قال لي صافي غادي نبداو من جديد ونساو كاع داكشي اللي فات. انتقلنا من مدينه لمدينه، ولكن ما قبلش ولدي الكبير وما خلاش يجي يسكن معانا. رجع كيكرهو بحال اللي ماشي ولده، جرى عمليه من الدار. انا ما تحملتش، قلت له ولدي غادي نتبعو، كيفاش نخلي ولدي ونتبعك انت اللي اصلا عايش مع مرا اخرى؟ بقيت كنقلب على سكنه، ومن بعد مده لقى ولدي سكنه وجمعت وليداتي ومشيت سكنت عند ولدي. هنا بدات معاناة اخرى. ملي انتقلت من مدينة لمدينة خاصني نديكرالي فواحد البلاصة سميتها لاكاب، والاجراءات كتعطل بزاف. ولدي مسكين كيخلص 600 اورو في بارتما صغيرة وحنا فيها 6 ديال الناس. صبرنا للضيق والظروف المادية اللي كانت صعيبة، لان الحكومة خاصها وقت كتير باش تعاوني. بقيت كنتقاتل، وفي هاد الايام كانت الام ديالي مريضة بزاف وحالتها صعبت، وانا ظروفي ما تسمحليش باش نمشي نشوفها. ما تتلمي من الحنينة. قلبت على الطياره ما لقيتهاش حتى الغد لي بالليل، وهي ماتت نهار الجمعه بالليل. وطلبت من خوتي يخليوها ما يدفنوهاش حتى نجي نشوفها، ولكن ما سمحتش ليهم لا دنيا ولا اخره. دفنوها بالسبت في النهار وانا مشيت بالليل. هذاك النهار وانا حزينه، مامتي خلات بلاصتها اللي ما كيعوضها حتى شي واحد في الدنيا الله يرحمها. 2017 درت محاميه من اجل الطلاق، رفعت عليه قضيه على النفقه، حكموا عليه يخلصها ولكن رفض. حتى 2020 زيروه، بدات الامور كتحسن دابا حاليا، ولكن وليداتي مرض واحد معصب وسمح في خدمته مكاره الدنيا، وواحد مريض بالوسواس، وبنتي مريضه بزاف ما خلينا فين ما دوزنا عليها، كيقولوا لي ما فيها والو. والحمد لله على كل حال، الا كانت من عند الله الحمد لله، والا كانت من عند العبد الله ياخذ الحق. وهذه قصتي وراني اختصرت لكم بزاف.